شهدت هذه الحقبة البداية الحقيقية لشعبية الأهل الجارفة ومعرفة المصريين به عن طريق إذاعة مباريات كرة القدم في الإذاعة المصرية، بعد أن حقق هذا الجيل 12 بطولة بوقع 7 بطولات في الدوري العام و3 في كأس مصر ولقبين لدوري منطقة القاهرة. كما ساهم أبناء الأهلي في تأهل مصر لدولة هلسنكي الأولمبية عام 52، وفوز منتخب مصر بأول لقبين لكأس الأمم الإفريقية عام 57 في السودان و59 في مصر. يعتبر جيل الخمسينات واحدا من أهم الأجيال التي دافعت عن ألوان القلعة الحمراء، حيث تألق عبد الجليل حميدة وعادل هيكل في حراسة المرمى، وفي مراكز الدفاع والوسط والهجوم برزت أسماء العمالقة عبد العزيز همامي وأبو حباجة وسعيد أبو النور ووجيه مصطفى وحلمي أبو المعاطي وتوتو وصالح سليم والجهري وطه إسماعيل. أما عن أبرز المدربين خلال هذه الفترة، رموز الرعيل كحارس مرمى مصر في كأس العالم بإيطاليا 1934 مصطفى كامل منصور. أهم إنجازات جيل الخمسينات كان الفوز ببطولة الدوري 7 مرات متتالية، وأضاف لها بطولتي كأس مصر ودوري منطقة القاهرة، كما سجل المايسترو صالح سليم 7 أهداف في شباك الإسماعيلي موسم 57-58، وهو رقم قياسي ظل صامدا حتى الآن.